السلام عليكم، مرحبا بكم. يوم جديد ونهار جديد وبرنامج اكل اسبوع كامل وبرنامج جديد ديال الاكل ميل بريب. اليوم غادي نتناولوا بعض الوصفات اللي غادي نطرقوا ليها دابا. انا طيبتها لكم. غادي نديروا غامبا سالتياراس كيتو، غادي نشحروا الغامبا، غادي نوريها لكم دابا. غادي نديروا طويجينه صغيره ديال الميرلوسه بالفلافل والبصله. غادي نديرو كفته بالشامبينيون، شويه د الخضر والناطه ونديروها في الفران. غنديرو عديسه بالخضر. غنديرو واحد لاصوص حمص راه معروفه باش الكوتي ندهنو بها الخبز وهادي وفي لي ساندويتش. غنديرو شلاضه عاديه ديال الخس والخيار ولي طوماط سيريز وغنديرو بيض مسلوق. غادي نديرو جوج انواع ديال السوبا، السوبا ديال العشاء اللي كندير الزوج ديالي وبنتي، والسوبا ديالي ديال البروكولي بكفته والناطه. ها نتوما معنا. هادو ما تنساوش ديروا لايك، راه كتبتها لكم بنتي، هي رسمتها لكم. والقليبات ها هما دياولها بكل حب وبراءة. يلا بقاو معنا. دابا غادي نبداو ونشرح لكم. هنايا غادي ندير العديسه، هنا وجدت معها، غادي نديرها مع قريعه خضراء وقريعه حمراء، وهنا قطعت البصله وجدتها. غادي نديروا العديسه بالخضر، وهنايا غادي ندير الكفته، انا جبدتها، غادي نديرها مع الشامبينيون، غادي نقطعو صغيور صغيور صغيور، وغادي نديرو مع الخيزو وشويه القريعه حتى هو، وغادي ندير شويه ديال البصيله ونديروه بالناطه في الفران. هذه الصوبه ديالي اللي غادي ندير بالبويرو والكرافس، ها هو مقطع هنا صغيور، وبالشيفرول والبروكولي مع شويه الكفته. هذه لا سالاد اللي غادي نديرو، سالاد فيرت طوماط سيريز والدوس ولا سالاد، هي شريتها البارح طريه. هذه الصويبه ديال كل نهار غندير فيها شويه ديال العديسه. من بعد غادي نديرو الحمص، غنديروها هو نحتاجو له الحامض هو هنايا. من بعد ندير الطريقه ديالي معاكم. وهنايا الميرلوسه انا شرملتها في شويه ديال العطريه وشويه ديال الحامض، خليتها ترقد شويه عاد نطيبها. وهنايا غادي ندير هاد السالتيادو ديال الغامباس، كيجي مع اللوبيا شعره والثومه شعره خضراء، وانا غادي نزيد معاهم الغامبا كونجولي باش تجينا وافيه. وهنا عندي ربع مقطع قزبور ومعدنوس مع الثومه اللي غادي نضيف في الاكل ديالنا. وبطبيعه الحال هنا دائما عندي واجده شويه ديال البصله والفلافل كونجولي واجدين الا بغينا نضيفوهم. لافوكال اللي كنزيدو في لاصالاد وكنزيدو مع الغامبا دائما. والعطريه اللي كنستعمل انا دائما هي هذه الشونيه، الكمون، الابزار، سكينجبير، هذه عطريه ديال اللحم، هذه عطريه ديال الحوت غادي نزيدها في الحوت، وهذا الكاري. ودائما بطبيعه الحال الملحه ديالنا. وغادي نستعمل هذه الزبده، هذه الزبده غي كيقولوا لها غي، يعني فاش كنشريو الزبده كنطيبوها فوق، كنديروها فوق العافيه مهيله حتى كتشرب كاع ديك اللاكتوسه ديالها، وراها صحيه بزاف للطياب، حسن من الزيت البلديه وحسن من الزيت الروميه، لانها كتستحمل الحراره سواء في الطاجين او في الفران. ولاصوص ديالنا هي هذه، انا كنستعمل هذه ناتوريل لانها ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها لا سكر، ما فيها حتى شي حاجه غير سميتو الطوماطي والملحه صافي. ها نتوما معنا، ما تمشيو فاين، بقاو معنا. هنايا بلا ما بديت درت العديسه طابت، مرقتها وخليتها طيب. وهنايا بديت كندير الميرلوسه في الطاجين بالفلافل والبصله، شحرتها مزيان درت لها العطريه ديالها. ما بغيتش نبدا اون ديتاي في كل شيء لي غوسيت لان فايته درتهم باش ما تملوش. مرقتها وخليتها طيب كما كتشوفوا. ودابا بديت كنقي لي شامبينيون لان غادي نديرهم مع الكفته، نقيتهم انا، كنحيد لهم ديك القشره وكنقطعهم طريفات صغيورين. هذا دي شامبينيون طريين زويونين رطيبين، قطعتهم هكا على شكل، نتوما تقطعوا الطريقه ديالكم واللي بغيتو. هنا درت شويه زويته بلديه وشويه ديال الكي، راه شرحتها لكم، زبده بلديه كنحيدو لها كاع اللاكتوسه باش كتولي صحيه.
درتهم يتشحروا شويه. غادي ندير البصيله والشامبينيون اللي باغا ندير انا في الكفته ديالي اللي غندير في الفران. درت هنا البويرو والبصيله ودرت الشامبينيون اللي قطعت طريفات، كنشحروا كلشي في المقيله في الزويته والزبيده. والصوار راه كتعبر، كنديروا مليحه العطريه اللي كتبغيو ديروا، ماشي ضروري ديروا العطريه اللي كندير انا. ودرت ديك الخضيره شويه خيزو، واحد خيزويه محكوكه وقريعه صغيوره. وغادي نشحر نصوطي كلشي ديك الخضار على مهل. ودرت هنايا شويه ديال العطريه ديال اللحم ديال الكفته، شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم وسكينجبير. انا هادي هي العطريه اللي كندير غالبا، ما كنديرش شي عطريه اخرى، راس الحانوت مره مره. صافي كنشحر كلشي وغادي نزيد ديك الكفيته. انا غادي نديرها، ما درتهاش كامله، درت القياس ديالنا انا وبنتي. صافي غادي نشحرها مزيان في المقيله مع الخضره حتى تطلق الماء ديالها كامل تشربوا. انتوما كتشوفوا صافي ها هي تشحرات لينا. في هذا الاثناء كنكون وجدت لو بلا اللي غادي ندير في الفران وكنوجد الخلطه اللي غادي ندير البيض. درت 3 ولا 4 البيضات ضربتهم، وغادي ندير دابا ديك الكفته غادي نديرها مزيان في لو بلا ديال الفران بلا دزاج. غادي نزيد فوق منه داك البيض، خلطت معاه شويه ديال الناطه ودرتو فوق ديك الكفته. وغادي ندير الفرماج من الفوق، الفرماج اللي عندكم موتزاريلا كواترو كيسوس ايمنتال اللي بغيتو نديروه من الفوق باش كيجي بحال واحد الباستيل في الفران. وها هي العديسه طابت لينا وطويجينا د الحوت ديالنا طابت حتى هي، انا كنوريها لكم. وهنايا دزت باش نوجد الطبق ديال الجامبا، درت الجامبا تشحر في شويه ديال الملحه والبزار وشويه الزبده وشويه ديال البزار. عطريه اللي كتفضلوا نتوما، بغيتوا ديروا ديال السمك، هذه واحد الخلطه ديال السمك كتجي رائعه في الحوت، حتى هي درتها من الفوق. وغادي نخليه يتشحر. وهنا في هذا الاثناء كنت كنوجد الصوبه ديالي او فيغيا ميزور. هيا زدت فيها ديك الشكيره اللي وريتكم، راه ما فيها حتى شي حاجه، هذيك غير شويه ديال الجامبا و سميتو البويرو و الثومه خضراء عريشات كتكون زوينه كتجي رطيبه. صافي راني او فيغيا ميزور كندير جوج الحوايج، الصوبه كنوجدها من واحد الجهه او مومون فاش كيكون كيتشحر لينا داك الخضيره مع الجامبا. نخليها حتى تشرب المريقه ديالها وديك الساعه نزيد لها الفرماج من الفوق. كان مره مره كنحركو باش نتاكدوا بان ما تلصق ليناش وباش نشوفوا كي غدا بالنسبه للمرقه ديالها. صافي هنا فاش كتشرب كلشي ديك المرقه ديالها كندير القياس ديال الفرماج اللي بغيت. كتجي لذيذه هاد الاكله، هاد الاكله كتعجبني للعشاء، العشاء النهار اللي ما ناكلش فيه الصوبه كناكلو فيها هادي، كتعجبني في العشاء كتجي زوينه. صافي هنا البيض كالعاده، واحد السيمانه كندير طورطيه، واحد السيمانه كندير البيض مسلوق، واحد السيمانه كنديرهم بجوج على حسب. هاد المره درت غير البيض مسلوق، انا كنديرو في ديك لاباغاي ونخليه على جانب. وهنا بغينا نديرو حمص باش يكون عندنا في السيمانه للطوستادات للساندويتش، الحمص راه مفيد. درت له هنا طحيني، انا خديت غير الحمص ديال العلبه كنغسلو مزيان بالماء كنخليه يقطر، عاد كنديرو في هذا في الماكينه باش نطحنو. كنزيد شويه د عصير حامضه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال شويه الجنجلان، وشويه السودانيه شويه.
الكمون كانت قضالية. هنا درت شوية ديال القزبور والمعدنوس صافي، وغادي نطحن. وحكيت واحد جوج تومات راه كانوا محكوكين مع الربيع ودرتهم تما. هنا زدت له زيت البلدية وزدت كنطحن عين كميزان، كتبقاي كتشوفي حتى كتولي اوموجين. صافي هنا غادي نديرها في الطابير ديال الزاج، وهي عندنا عندنا الحمص واجد كيجي زوين ولذيذ. حنا هذا عندنا معتمد عندنا بزاف في الدار، هو ولاصوص ديال لاف. وهذا هو البريب ديالنا وجده البنات. ها هو العديسه ديالنا طابت بالخضيره بالقرعه حمراء والقرعه خضراء والبويرو. هذه سوبا سيتوجين درتها بالكفته هذه المره، رائعه بروكولي وشيفرول وشامبينيون. ها هما الرونديلات ديال الميرلو طيبتهم حتى نشفوا، راه كتبغيهم هكا بنتي ما كتبغيش المريقه. وهذا الكيش اللي وريتكم ديال الكفته وسميتو الفرماج وحتى هو بالشامبينيون درتو في الفران. لي كروفيت ديالنا درت لهم الفرماج من الفوق كيجيو رائعين رائعين، كنحماق عليهم في العشاء خاصه في العشاء مع طرف ديال لافوكا غزال. هذا البوري ديال كل سيمانه بالعديسه، هذا المفضل عندنا في العشاء لبنيتي والزوج ديالي. وطبيعه الحال مره بيض مسلوق، مره تورتيلا، مره شو كل مره شنو كنديروا. لا سلطه ديالنا دائما كنلقاوها واجده باش غير نزيدوا عليها غير يا اما سميتو سباراغو، وكنزيد لها هاد لي كورنيشون. هادو كيعجبوني غيرو كان هادو لقيت بان فيهم السكر، دايرين فيهم السكر، دونك هادو غادي ياكلوهم غير هما، انا تناخد وحدين اخرين. وهذا الحمص ديالنا ها هو وجد حتى هو، راه وريتو هذا غزال في لي ساندويتش البنيته توستادا، يعني كامل سيتي بروتين حتى هو الحمص غزال. ودائما الفرماج ديالنا هاد السيمانه خديت الفرماج اومادو فومي غزال غزال البنات كيحمق. رميت الغشاء ديالو كون راه وريتكم خليط ديال الماعز والبقر. ودائما مع الفويساك ديالنا والانفوسيون ديالنا والكوتي وهذا. وهو هذا البنات، الى عجبكم الميل بريب ديروا له لايك، تشجعوني بزاف باش نزيد لكم الميل بريب. وكنشكر مره اخرى اللي انضموا للقناه ديالنا جداد معنا، نتمنى تعجبكم القناه ديالنا، قناه مشتركه بين سعيده ولطيفه طويل الطبخ مع لطيفه وسعيده. وهو هذا الفيديو جاء على نهايته، نتمنى يعجبكم ومع السلامه.